هذا البرنامج برعاية الزراعية مباشر. حد يسمع لنا؟ انا عندي مشكلة. مش لقيت يا بيه عايز ما حد يسمع الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمت مع حضراتكم على مدار حلقات برنامج الزراعية مباشر عن ملفات مهمة جدا مرتبطة بحياتنا الزراعية. ومعنى كلمة حياتنا الزراعية انت بتتكلم على انتاج، بتتكلم على توفير الغذاء للمواطن المصري، بتتكلم على جانب كبير بيتم تصديره وده بيبقى داعم للاقتصاد. من أهم الملفات اللي اتكلمت عليها قبل كده ملف التعدي على الأراضي الزراعية، وكنا بنشرحه وبنتكلم على أبعاده وبنتكلم مع المسؤولين علشان نشوف إيه هي القرارات اللي بتتخذها الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية. كنا أيضا بنتكلم ونسمع من الفلاح علشان نوصل وجهة نظره للدولة، وعلشان في نفس الوقت يبقى في حالة من النقاش عشان نوصل لمنطقة وسط نقدر من خلالها إن إحنا نحافظ على الرقعة الزراعية والفلاح ده مشاكله تتحل. سنين طويلة مرت وفي النهاية بقى في أزمة حقيقية للفلاح المخالف، وده اللي كنت دايما بحذره وبقوله عليه، خلي بالك هيجي وقت هتلاقي الدولة بتطبق القانون، خلي بالك الفترة اللي احنا دي فيها فترة انتقالية، بعد استقرار الدولة القانون هو سيد الموقف. ملف آخر بنتابعه من موسم للتاني، لكن النهاردة احنا عندنا أولوية قصوى لهذا الملف من جانب الدولة. الدولة بالكامل بتتحدث اليوم عن المياه. الوزارات المختلفة كل وزارة لها دور، تقريبا كل الوزارات المصرية لها دور في منظومة المياه. بعد الزيادة السكانية وبعد التطور اللي حصل في القطاع الصناعي والزراعي وفي استخدامات المياه ودخول المياه إلى عدد كبير جدا من القرى، وفي عدد آخر في الطريق لدخول وتنفيذ مشاريع متعلقة بمياه الشرب، ده بيزود احتياجاتنا المائية، بيزود احتياجاتنا من الكميات اللي احنا هنستهلكها كشعب. القطاع الزراعي مهم جدا، القطاع الصناعي مهم ايضا ان انت توفر له احتياجاته. المواطن المصري والاستخدامات المنزلية ومياه الشرب انت بتتكلم على حياة. طب اخبار مواردنا ايه؟ هي زادت؟ هو في اكتشافات جديدة حصلت النهاردة نقدر نقول ان احنا حصتنا من نهر النيل زادت؟ هل هناك بدائل او موارد اخرى للمياه العذبة دخلت لمواردنا في مصر؟ احنا حصتنا المفروض ان هي ثابتة. طب لو جينا نتكلم على المياه الجوفية، المياه الجوفية هي مستقبل الاجيال القادمة وهي مخزون المفروض ان هو يبقى مخزون امن. طب بالنسبة لتحلية المياه، هي تكنولوجيا مرتفعة الثمن بتتكلف كتير، لكن الدولة ابتدت فيها وهناك خطة لتحلية المياه. طب احنا بنستخدم المياه في الزراعة، بنستخدم المياه وبنعيد استخدامها اكتر من مرة من خلال الصرف الزراعي. طب احنا عندنا محطات معالجة ثلاثية دخلت الخدمة ولسه في محطات في الطريق علشان نقدر نستفيد من المياه أكتر من طريقة وإن ما يبقاش فيه هدر؟ فيه. طب بالإضافة لكده إحنا عندنا تطوير للري في محافظات الدلتا، عندنا مشروع تطوير الري الحقلي ومشروع تطوير الري التابع لوزارة الموارد المائية والري. واللي لما نيجي نتابع تنفيذ هذه المشاريع نلاقي إن هو خد سنين وحقق نجاحات، لكن احنا لسه في احتياج للمزيد. مشروع بتقوم عليه وزارة الزراعة ووزارة الري، كل بيعمل بكل جهده علشان يحافظ على كل قطرة مياه من الإهدار، في نفس الوقت ان هو يحقق عدالة في توزيع المياه وان المياه توصل لآخر الخط زي أول الخط. المناطق اللي تنفذ فيها هذه المشاريع انت بتشوف ان الفلاح النهاردة بيوفر في استهلاكه للكهرباء، وفي نفس الوقت الراجل ده عنده إمكانية إن هو يروي الغيط بتاعه في أي وقت. ده بالنسبة للمشاريع تطوير الري الحقلي.
لكن في جانب مهم جدا، بالرغم من كل هذه الجهود احنا لسه بنتكلم على زيادة في احتياجاتنا المائية بسبب الزيادة السكانية وبسبب التطور اللي حصل بالنسبة للقطاع الزراعي والصناعي ودخول محطات المياه ومياه الشرب محافظات كتير. انت بتتكلم النهاردة على الزراعة، على القطاع الزراعي. القطاع الزراعي احنا عندنا محاصيل شرهة لاستهلاكها في المياه. انت بتتكلم على قصب السكر، بتتكلم على الموز، بتتكلم على الأرز. قصب السكر شره في استهلاكه للمياه، والمزارع بيديله ري وبيزود في كميات الري، لان ليه طبيعه خاصه، اماكن كتيره جدا ما بيبقاش فيها تسويه بالليزر، واماكن كتير ما بيبقاش شايف الارض في نهايه الخط فيها ايه، وبالتالي هو بيروي. الموز هو مقننه المائي او احتياجاته المائيه مرتفعه. الارز طريقه زراعته اخطر كمان بكثير، لان انت بتتكلم على مشاتل وبتتكلم على كميات من المياه بيتم حجزها لفترات طويله داخل هذه المشاتل. ولما كنا بننزل نشوف في المحافظات نلاقي ان المياه اللي بيعاني المزارعين من عدم وجودها هي موجوده داخل اراضي الارز. الترع اللي كان بيتم استغلال هذا المشهد بصوره سيئه وتداوله فيه الاعلام ان فين الدوله وفين الحكومه، وفلاح واقف داخل ترعه ما فيهاش ميه، عاوز اقول لك ان حصه الميه وصلت لك في محافظتك لكن بيتم استغلالها في زراعه ارز مخالف. الفلاح اكتر واحد شايف اللي بيتم داخل الارض الزراعيه، واكتر واحد فاهم اهميه المياه والارض، وبالتالي انا بقول له دقق في اللي حصل، اسمع الكلام اللي احنا بنقوله النهارده، شوف ايه هي امكانياتك وتعامل معاها. الدوله لن تقف صامته، تطبيق القانون هيكون فيه دقه اكتر. وانا بقول ما ينفعش ان الفلاح يبقى مطارد بسبب ان احنا بنطبق عليه قانون. الفلاح مكانته كبيره جدا، الفلاح يستحق كل تقدير. اللي عنده مشكله في ارضه الزراعيه ويقول اصلا ما ينفعش ازرع عندي غير ارز، اقول له لا استنى احنا نحل المشكله دي الاول ونشوف الزراعات البديله اللي في الوقت ده وفي ظروفنا الاقتصاديه هتحقق لك ايضا هامش ربح كويس. الموسم الجديد 2018 خلاص وزاره الري الموارد المائيه والري اعلنت 724200 فدان في 9 محافظات فقط. 724200 فدان. الرقم ده هو ده اللي المفروض يتزرع طبقا لامكانياتنا وطبقا لكميه المياه اللي هيتم اطلاقها. المشكله كانت بتحصل كل سنه وبتدخل وزاره الموارد المائيه والري بيتم دفع بكميات مياه اخرى. ده بيبقى خطر على حصتنا من الميه، بيبقى خطر على مخزوننا، احنا عاوزين نحافظ على امننا ونحافظ على بلدنا. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من الزراعي المباشر. مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعي المباشر. ملف المياه من الملفات الأساسية والرئيسية في الدولة، هو الحياة، بنتكلم على حياتنا كمواطنين. معايا على الهاتف الدكتور خالد شعبان، الأستاذ بمعهد بحوث إدارة المياه وطرق الري. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا دكتور. أنا بشكرك على المقدمة الجميلة اللي أنت عملتها دي. العفو يا دكتور، إحنا بنتعلم من حضراتكم بصراحة. في الحقيقة يا فنهري، إحنا وزارة الموارد المائية والري بتبذل قصارى جهدها. ايوه. وتقع على عاتقها تامين وتدبير الموارد المائيه اللازمه على كافه المستويات المحليه للادراك الهندسيه المختلفه. تمام. المنتشره على مستوى الجمهوريه. سؤال. تمام يا فندم. انا عايز اسال حضرتك سؤال مهم. ايوه يا فندم. كاستاذ دكتور وطبعا ليك خبره كبيره بالقطاع الزراعي والري. ايوه فندم. تقييم حضرتك لهذا القرار، كيف يمكن تطبيق هذا القرار؟ القرار ده عشان يتطبق في صعوبة، احنا المساحة عندنا كانت بتبقى مليون فدان تقريبا او مليون ومية، كان بيتزرع اكتر منها ب50%. النهارده لما نيجي الدولة تحدد المساحة دي، آليات تنفيذ هذا القرار. انا والله في الحقيقة يعني بادئ ببدء اقول لك انا بشكر السيد معالي وزير الموارد المية والري، الوزير الجريء اللي اتخذ قرار استراتيجي هام جدا. احنا كنا محتاجين نفعله من زمان قوي، والسيد الوزير خد قرارات سياديه في الوزاره ممتازه ومتميزه في الحقيقه، كان اهمها على الاطلاق اللي هو تخصيص مساحه الارز. ايوه. انت عارف سيادتك احنا كنا بندي وزاره الزراعه 1.1، كانت بتوصل ل 1.7 و 1.4، ووصلت ايام الثوره الى 2.4. وصلت لاكثر من الضعف.
يعني ده كان بيسبب مشاكل كبيره جدا في اداره الموارد المائيه في مصر. ايوه. ففي الحقيقه احنا ان شاء الله باذن الله عازمين وبمنتهى الجديه والحث واحنا في صالح الفلاح وصالح مصر، لان الاحتياجات المائيه في الفتره الاخيره زادت بمعدل متزايد وبشكل كبير قوي، وخصوصا الطلب على المياه في الشرب. الطلب على المياه بزيادة مشروعات الاستصلاح الجديدة أصبح مسؤولية وبتقع على عاتق وزارة الموارد المائية والري. صح. بتبذل فيها مجهودات مضنية من أجل تحقيق مبدأ عدالة التوزيع بين مختلف القطاعات الرئيسية المستخدمة للمياه. فعلا. والسياسة دي بتعتمد على إدارة الطلب على المياه والمتاح منها، إحنا عندنا قد إيه؟ والكفاءة الاقتصادية في الاستعمال، وأهم هذه القطاعات هو القطاع الزراعي. اللي بيعتبر ركيزة أساسية في الاستخدام. طيب. عشان كده وزارة الموارد المائية والري بتسهر على تلبيه هذه الاحتياجات الضرورية في القطاع الزراعي. طيب لو جيت نتكلم على العلم وتطبيقه، احنا زراعة الأرز مفيش بديل غير ان احنا نستهلك هذه الكميات الرهيبة من المياه. الأصناف الجديدة، احنا انا شفت أصناف من سنتين ومن ثلاث سنين لسه ما انتشرتش. أيوة. الأصناف بتتزرع عفير في درجات حراره مرتفعه جدا، والري بتاعها بيبقى بسيط جدا وبتدي انتاجيه. ليه احنا لغايه دلوقتي ما شفناهاش منتشره؟ خليني اقول لك انه في الحقيقه يعني السيد الاستاذ الدكتور يسري عطا في معهد بحوث اداره المياه يعني عمل طريقه حديثه جدا لزراعه الرز على مصاطب وعلى شرائح اسمها شرائح عطا. ايوه. ودي بتوفر 3 مليار متر مكعب ميه، احنا محتاجين بس من خلال التنسيق مع وزاره الزراعه والسيد معالي وزير الزراعه احنا محتاجين ان احنا نطبق مثل هذه التجربه الرائده اللي قام بها معهد بحوث اداره المياه ونشوف الفاعليه بتاعتها قد ايه، هي هتوفر فعلا كميه ميه كبيره جدا. وبعدين انا يعني اصبح حتما وضروره تطوير الري في الاراضي القديمه. ايوه. وانا بيهمني بالضروره الاولويه ان انا اخفض الاول المحاصيل الشرهه للمياه مثل الرز والقصب، وكمان ان انا ده يبقى على حساب محاصيل استراتيجيه اخرى زي الذره الشنيه والذره الرفيعه. ايوه. انا يعني من لم يمتلك قوت يومه لا يحتكم امره. صح. انا مش عايز ابقى عندي فائض في الرز واصبر، ودي بيحتاج شويه رقابه شويه على الناس اللي هم التجار الجشعين اللي بياخدوا الرز ويخزنوه عشان يرفعوا اسعاره. لا، هو في قرار من العام الماضي بمنع تصدير الارز. موجود سيادتك، ومركز البحوث الزراعيه عمل تجارب رائده جدا واستنباط اصناف جديده هجين، وهذه الاصناف انتاجيتها عاليه جدا وبتساعد الفلاح، واحنا مهمتنا ان احنا نرفع المعاناه عن كاهل الفلاح المصري البسيط. تمام. احنا كدور اعلامي وكقناه مصر الزراعيه هنبتدي نتابع هذه الاصناف وايه اللي تم تسجيله علشان يبقى متوفر ويتم زراعته، لكن جانب التنسيق مع الزراعه والري مهم جدا، لان لو جه مزارع خارج الدوره الزراعيه للارز وزرع صنف عفير كميه استهلاكه المياه اقل من اي محصول ثاني، هيجي الري يحرر له محضر، لان هو عنده ان الارز ممنوع، فدي محتاجه تنسيق ومجهود كبير جدا في الفتره القادمه. ايوه. في الحقيقه احنا عندنا مبدا بنقول ان الزراعه والري جناحان لطائر واحد لا يستطيع ان يطير بدون احدهما. ايوه. واحنا التنسيق بين وزاره الموارد المائيه والري ووزاره الزراعه على اعلى مستوى بين السيد الوزيرين. صح. احنا سيادتك محتاجين في الفتره ديت بس نخلي نعظم من دور الارشاد الزراعي. احنا لو قلنا ان الارشاد الزراعي بتقع عليه مسؤوليه كبيره جدا انه يوعي الناس الفلاحين، محتاجين ان نرجع للدوره الزراعيه الثنائيه والثلاثيه، ومحتاجين في الحقيقه برضو نعمل حقول ارشاديه لمختلف المحاصيل اللي بتغطي كافه الكره في ده موجود في واحنا كقناه مصر الزراعيه بنشتغل على الارشاد 24 ساعه، لكن هو كان في فتره القانون مهم قوي فيها، يعني تطبيق القانون في المرحله القادمه
هيخلي الفلاح فعلا يسأل عن الأصناف الجديدة، هيخليه يسأل عن بعض الحلول للمشاكل اللي موجودة في أرضه اللي هي بتبقى سبب إن هو يزرع أرز مخالف. فهو فعلا لازم يكون في قانون، ولازم كلنا نحترم قانون الدولة. لعلك سمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المحترم العظيم اللي قال إن مصر فوق الجميع. فعلا ما عندناش محاباة لحد. صح. إحنا لازم نطبق القانون ومحدش فوق القانون. صح. إحنا بنطالب الناس بتوع حماية الأراضي والناس بتوع الإرشاد الزراعي، انزل وحرر مخالفة وقول له زين واحنا هنزين. الدولة اتعافت الحمد لله ورجعت وبقت قوية، واحنا دلوقتي في عصر الرئيس السيسي ومش محتاجين اكتر من كل واحد يبقى ملتزم في نفسه. فعلا. لان احنا دلوقتي ده احنا عندنا قانون في وزارة الموارد المائية والري واحنا بنسعى لتطبيقه. الازالة تبقى برد الشيء لاصله، الازالة تبقى على نفقة المتعدي. طبعا. انت ليه بتتعدى على المجاري المائية وبتاخد حصة غيرك؟ انت ليه بتاخد الحصة بتاعة غيرك؟ احنا عندنا مبدا عدالة التوزيع هي روح تطوير الري، وهي دي اللي هتوفر كميه الميه. لو احنا التزمنا اتاكد تماما ان الميه هتبقى متوفره للجميع ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى قال ونبئهم بان الماء قسمه بينهم. صح. احنا محتاجين دلوقتي ان احنا يبقى عندنا عداله في توزيع المياه. فعلا. العداله في توزيع المياه دي لازم لها قوة ترعاها وحفاظ على نعمة ربنا سبحانه وتعالى في نفس الوقت، ويزرع أرض غير مقررة الري، لأن وزارة الموارد المائية والري ملتزمة بالزمانات المقررة على السلع الرئيسية والفرعية وسلع التوزيع. أنا بشكر حضرتك وبالتوفيق الدكتور خالد شعبان أستاذ بمعهد سيادتك، وتحياتي لقناة مصر الزراعية، وبالتوفيق دايما يا فندم. ألف ألف شكر يا دكتور، بشكر حضرتك. الأستاذ دكتور خالد شعبان أستاذ بمعهد بحوث إدارة المياه وطرق الري. عاوز اكمل ان خلال اجتماع امبارح كان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعه والصحه الاراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري، والدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف، كان في خطه عمل، ووزاره الاوقاف هيبقى عليها دور كبير جدا في المرحله القادمه من خلال عقد ندوات وارشاديه ومن خلال خطب الجمعه في المساجد المختلفه، لان دي هتحد من الاسراف وتوضح اهميه المياه كنعمة من ربنا سبحانه وتعالى. فاصل سريع نستكمل بعد الزراعية مباشرة.